نتمنى بإذنه تعالى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين، عبر انطلاقة شوطنا الأول الذي خصص للقعدان المفتوح لسن اللقاية وجائزة هذا الشوط. سيارة بالانتظار وتسعيرة هجن الرئاسة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مسافتنا هي المعتادة هنا في هذا المسار 4 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من يأتي بالصدارة. وفي مقدمة الشوط ينطلق بكل قوة بكل جدار سراب. تعود الملكية لسعيد بن محمد بن حليس العفاري من يقدم لنا برنامج، وهو يأتي مع برنامج الصدارة. انتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، شاهين عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي من يقدم شاهين وينتزع المركز الثاني في هذه اللحظات. ثالث المراكز الواصل والمنطلق مشاهدين الكرام، يا سلام، هنا يتقدم الحنيش. تعود الملكية مشاهدين الكرام لناصر بن ياسر بن خنافر الجنيبي من يقدم لنا هذا المسار. والانطلاق غير مباشرة إلى مقدمة الشوط المركز الثالث الواصل والقادم. هنا المنطلق مكلف سعيد بن محمد بن دري المنصوري من يقدم مكلف، ويأتي مكلف مع المركز الثالث من الجانب الآخر القادم هنا. والواصل سراب محمد بن حمد بن حسن العامري من يقدم سراب وينطلق مع المركز الرابع المركز الخامس. وصول مشاهدينا الكرام هنا وقدوم في هذه اللحظات. ينطلق بكل قوة ورغام محمد بن جابر بن هياي المنصوري، ولكن من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات وينطلق بكل قوة. مشاهدينا الكرام هنا مربع ذهبي مع المركز الثاني، الكل يبي الفوز والناموس والانتصار. شعار رجل المفاجآت من يقدم هذا الانطلاق وينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز السادس، يا سلام، مبارك بن محمد بن نصرة العامري. ونعود مع المركز السابع الواصل والمنطلق نبراس حمد بن نافع بشد المنصوري. انتقل مباشرة إلى المركز الثامن ورا الواصل متعب محمد بن بخيت بن النوب العامري. تاسعي المراكز وأرى الوصول والتقدم من هملول أحمد بن مبارك بن سالم الزرعي. أما اللي في المركز العاشر من ينطلق ويأتينا بهذا المسار والانطلاق منذر ناصر بالعوض بن يحل من هالي. ها هو النداء الأول. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة. شوطنا الأول لا يقل أهمية بهذا المسار هو الانطلاق. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع الصدارة مع الانطلاق الأول. من يسيطر في المقدمة؟ لوحة الكيلو ونصف الكيلو التي تفصلنا عن خط النهاية. مقدمة الشوط الحنيش مع البداية مع مقدمة الشوط. تعود الملكية للحنيش لناصر بن ياسر بن خنافر الجنيبي، يا سلام، في مقدمة الشوط. المركز الثاني ضرغام محمد بن جابر بن هياي المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام هنا اللي هو مكلف سعيد بن محمد بن دري المنصوري، يا سلام. المركز الرابع القادم مشاهدينا الكرام والواصل الذيب سالم بن محمد بن صالح العامري، يا سلام، وصل هنا وانطلق في هذه اللحظات. شاهين محمد بن راشد بن ضبيعة الاجتبي، ومن الجانب الآخر اسراب. تعود الملكية لمحمد بن أحمد بن حسن العامري، يا سلام، وصول من الرمادي راشد بن محمد بن القوبع المنصوري. ما يبنى الطاري بدأ يتقدم ناصي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يا سلام، ياهو شوط. الأسامي بدأت تظهر لمن الشوط الأول، لمن السيارة، لمن الفوز، لمن الناموس. المقدمة والصدارة في هذا المسار والانطلاق مع مقدمة الشوط والمركز الأول الحنيش. الحنيش مع البداية مع مقدمة الشوط منطلق بكل قوة
الخطوه لناصر بن ياسر بن خنافر القريبي هو في مقدمه الشوط، وراشد الغيلاني من يرافق هذا الشعار هو معلن حضور الغيلاني مع البدايه مع المقدمه. حان موعد الاتجاه، حان موعد الاقلاع، حان موعد المغادره 500 متر اخيره عن خط النهايه وعن ناموس الصباح. والشوط الاول المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بضبيعه الكتبي يا سلام. المركز الثالث اللي هو الذيب سالم بن محمد بن صالح النصر العامري، ولكن وصل الطاغي حمد بن سالم بن سيف الدرع يا سلام. ما يبنى للطاري يا سلام، ما يبنى للطاري الا في هذا الموقع. ونعود نعود مع الحنيش. الحنيش دير البال، دير البال يا الحنيش. سلالة شاهين واصله، شاهين والحنيش، الحنيش وشاهين لمن الفوز والطاغي ايضا. ولكن شاهين تسلل انطلق الى الناموس الى الفوز الى الانتصار. مشكور يا ابو ضبيعه، اسعد الله صباحك. مالك شاهين محمد بن راشد بالضبيع الاكتبي، من قدم لنا شاهين ونال شرف الناموس المركز الثاني. من وصل مشاهدينا الكرام اللي هو الحنيش ناصر بن ياسر بن غنافر القنيبي. المركز الثالث الطاغي حمد بن سالم بن سيف الدرعي. اما المركز الرابع كان من نصيب المركز الرابع ذيب سالم بن محمد بن صالح بن نصر العامري. اما المركز الخامس اللي في خامس المراكز مقدام محمد بن عبيد بن حلوس العامري. التوقيت الزمني 5:53 جزء واحد يتيم من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن ربيع الكتبي. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، والتوقيت الزمني 5:53 ثمانا من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك الحنيش ناصر بن ياسر بن خنافر الجنيبي. المركز الثالث الطاغي 5:54 جزء واحد يتيم من الثانية. التهاني والناموس لمالك الطاغي حمد بن سالم بن سيف الدرعي. تهانينا والناموس للجميع.